لكن تصريح فالح الخزعلي أمس خطير، وهو يقول المندلاوي سيبقى رئيسا لمجلس النواب حتى نهاية الدورة. يعني شوف، وتوقعنا هذا من البدايات، يسعون إلى أن يبقى مو موضوع. شوف خل حتى أكون جدا واضحة وياك، هسه أنا ما أجل احترامي لموقف السيد الخزعلي كموقف إطار، ليس مع أن تبقى الاستئثار برئاسة مجلس النواب وهو استحقاق سني بيد الشيعة. ينتظرون جلسة القادمة، إذ ما المحكمة الاتحادية حكمت بإزالة كل مخرجات الجلسة نبتدأ من جديد باستحقاق تقدم. وإذا لا يكون السباق ما بين المشهداني والسالم العيساوي، هذا البعض يمني نفسه بأن يعني أكو، شوف هناك من أقول لك بشكل صريح، أي هناك من يريد أن يستأثر من الشيعة برئاسة مجلس النواب ليحصل زخم للمرحلة القادمة من الانتخابات، وأعتقد هذا غير صحيح. خذها من عندي، هذا سيحصل، هذا خذها من عندي. هناك من يريد أن يستأثر برئاسة مجلس النواب لتحقيق مصالح خاصة ويفرض آراء على البقية لكي يبقى. هذا عنده مصلحة، هذا عاجبه لأن هذا شيعي قاعد لازم المنصب أو كذا. بس أنا أقول لك هناك من يسعى للبقاء وعدم التفريط بمنصب رئيس مجلس النواب من بعض أطراف الشيعة حتى يحققوا مصالح خاصة من خلال رمزية المنصب للانتخابات القادمة. هذا يعني تعتقدين السنة سيسكتون والكرد سيسكتون؟ يعني هذا السير بهذا الطريق أليست تكون هي مقدمات لانهيار العملية السياسية؟ ما هناك بعض من السنة هم مشتركين في هذا الموضوع، ما هناك أكو حلفاء، لأنهم يمنون للأطراف يمنون نفسهم يسرون هم، بس ما يخلوها بخانة الشيعة. صحيح، أي ولذلك أقول لك هذا يعني ما أعتقد ممكن أن يستمر، والجلسة القادمة للمحكمة الاتحادية سوف تحكم هذا تحسم هذا الموضوع ويشتغلون على هذا الوضع. هو صار نوع من الانشقاق اللي غذى الإطار بهاي الوضعية. حلو، هاي تعبير غذى الإطار. أي طبعا، أي طبعا، وكل طرف يعمل على انقسام وتشتت الطرف الآخر وبالنتيجة العراق يوقع. يعني لا تتصور هذا المكون أو هذا المكون ما يشتغل على تفتيت الطرف الآخر، كل منهم يعمل على تفتيت الطرف الآخر لإضعافه وبالنهاية إضعاف العراق كله. نجح الإطار في إضعاف المكون السني؟ يعني في 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 إضعاف له في انقسام، هي هاي تشبهها يا أمي، انقسام الإضعاف واحد انقسام. أي صحيح، سياسة فرق تسد مع الخواننا البريطانيين، يعني هم اشتغلوها على الشيعة ترى سياسة فرق تسد، هم اشتغلوها. هو مو ليش أنا أقول لك كل طرف يعمل على الإضعاف، كل طرف يتآمر على الإضعاف. خوش.